موجز إخباري جديد، فأهلا بكم. زار مجلس القيادة الرئاسي مشيخة الأزهر، حيث كان في استقبالهم شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب وعلماء الأزهر الشريف. وأشاد الدكتور رشاد العليمي بالدور الكبير الذي يطلع به الأزهر الشريف في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية ومواجهة أفكار الإرهاب والتطرف والغلو. وقال العليمي إن الأزهر كان وسيظل بالنسبة لليمنيين مرارة كبرى لإعلاء قيم الإسلام وإشاعة الحوار والتعايش بين الحضارات والديانات السماوية. شنت ميليشيات الحوثي هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في جبهتي الأربعين وعصيفرة شمال مدينة تعز، كما استهدفت الأحياء السكنية. وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجوم الميليشيات الحوثية في جبهتي الأربعين وعصيفرة بعد مواجهات عسكرية دامت لأكثر من نصف ساعة تقريبا وسط تبادل لإطلاق النار استخدمت خلالها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. قتل رجل الأعمال محسن صالح الرشيدي ونجله وحفيده بنيران مسلحين في مدينة يافع بمحافظة لحج. وقالت مصادر محلية أن المسلحين أطلقوا النار على رجل الأعمال محسن الرشيدي ونجله وعلي وحفيده نصر أثناء تواجدهم داخل سيارة في سوق 14 أكتوبر في منطقة لبعوس. وأشارت المصادر إلى أن الواقعة أسفرت عن إصابة سبعة آخرين بعضهم من حراس رجل الأعمال الرشيدي، وكذلك أصيب مواطنون صادف أن تواجدوا في موقع الحادثة. دشنت قوات الحزام الأمني بمديرية يافع حملة أمنية لمكافحة العادات السيئة والظواهر الدخيلة على المجتمع. الحملة الأمنية حققت إنجازات ميدانية كبيرة، إذ قامت بضبط عدد من المشتبه بهم وعدد آخر من المطلوبين أمنيا. وبالتزامن مع الحملة الأمنية نفذت قوات الحزام الأمني حملة توعوية تحذر الأهالي من عاقبة التستر على أي أعمال تخل بالأمن والاستقرار، ولاقت هذه الحملة ارتياحا شعبيا كبيرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.